انا عرفت ان محمد وانا بدردش معاكم كده هو شافنا وبعد كده قال لك على دكتور ماجد زيتون. احكي لي قبل كده كان في ايه، يعني وصلتي للوزن ازاي، ايه اللي حصل في صحتك، كان احكي وزني لنا قد كل ايه حاجه. اول ما كان ابتديت وزني ازاي؟ 180 180 بعدين جات لي يعني حالتي الصحيه تعبانه والكلى، وخدت علاج عظام هو اللي تعب الكلى والضغط عالي، وكنت تعبانه جدا ما كنتش بتحرك خالص. يعني لما كنت 180 ما كانش في حركة، لا ما كانش في أي ما حركة كنتيش خالص تقدري يعني. تتحركي. ما شاء الله انت ناطرة علينا الاستوديو زي الفل. الله يخليك قلت ما شاء الله اهو. الله ما شاء يخليك الله. الله يخليك. طيب ولسه مكملة يعني مع الدكتور ماجد. طيب هنتكلم بقى عن دكتور ماجد، بس خلينا نشوف انا مش عايز اتكلم الحلقه دي، الخطوة بصي الأولى يا انا محمد. الحلقه دي عايز هم الابطال، يعني دي يعني عارفه اقول لك حاجه والله ابدا من غير ما اقطع حاجه، النتائج تتحدث عن نفسها، الحمد لله. المصداقيه في الواحد بيقوله كفعلا كمراكز محترمه. ايوه فانا مش صح. عايز اتكلم معايا، دي البطل الحقيقي، ومحمد طبعا الله يبارك له ابنك ان هو الله بس ان شاء يخليك الله يكمل معاك. ما باذن ينفعش الله ما طبعا. ناخدش منك الكلام المهم يا دكتور، لا بس اكيد خليني طبعا. اسال محمد ايه اللي حصل بالتفصيل، واكيد في حاجه دفعتك ان انت تدور لمامتك. طبعا كلنا بنحب امهاتنا طبعا أكيد وربنا طبعا. يخليها لك يا رب، ولكن اكيد في حاجه دفعتك ان انت خايف عليها يحصل لها امراض اكتر من كده، احكي لي التفاصيل. التفاصيل هي والدتي بسبب السمنة اللي كانت عندنا أصلا، سمنة مفرطة، في ده في العيلة موجودة عندنا، يعني دي وراثه. دي وراثة حلو. أصلا. فبدأ إن الموضوع يتطور معاه شوية زي ما حضرتك قلت كده، العلاج اللي هو بتاع العظام اللي عمل كسور، مسكنات. كسور في خلايا الكلى. الكلى، وظايف بدأنا الكلى. ان احنا نتعامل بقى نشوف احنا هنعمل ايه، العلاج بقى ينزل شوية ما يعملش شوية، بس هي كانت قاعدة في مكانها. طيب بدأ ان هو الوزن يزيد معاه، ما تقدرش من الحمام. خلاص الموضوع وصل الموضوع ان وصل مامتك ما يعني قعدت بتتحركش. قد ايه بس تقريبا في البيت؟ قعد اكتر من سنة، سنة قاعدة. اكتر من سنة ما قاعدة. يعني العلاج بتاع الدكتور ماجد حتى وانت قاعدة مش بتعملي اي رياضة يعني الحمد لله. ما شاء الله. انا سألت محمد شفتنا امتى؟